ثلاث اهداف في في مباراه النجم الساحلي، الناس كلها اشادت بيه. انا خلي بالك من هنا، انا اوجه التحيه للجهاز الفني في النادي الاهلي بقياده الكابتن حسام، لان هو مصمم على الولد ان هو يديله. انت كمدرب انت مقتنع بامكانياتي ولا مش مقتنع؟ هو ده مربط السؤال، وهو ده اللي المفروض نتكلم فيه. كابتن حسام البدري اعتقد انه عنده قناعات كبيره جدا بوليد ازارو، وانا شخصيا لو جيت تسالني انا كمحمد عماره اقول لك ان الولد ده هيبقى مستقبل النادي الاهلي كفيرود اساسي. كويس، لعيب كويس جدا. نوعيته كمان، نوعيه انتقائه النادي الاهلي يفتقدها. النادي الاهلي يفتقد اللعيب اللي هو السريع، اللي بيروح للجون الجول بسرعه، اللي يعمل هده لخط الظهر، اللي على طول في ضغط على المنافسين. فبالتالي دي نوعيه اعتقد ان الكابتن حسام البدري كان محتاجها من فتره طويله، ولقى ضلته في وليد ازارو. حظه وحش ان هو جاب ضيع اهداف في مباراه مؤثره زي الوداد المغربي اللي في الفاينل، زي ترجي. مثلا ترجي كان ليه اكتر هناك من فرصه مهمه. هنا النجم هناك فرصه انفراد محقق. فبالتالي النهارده انت طول ما الفرود، احنا اتعلمنا كده وعبد الحليم طبعا هيعرف الكلام ده والكباتن الكبار، طول ما الفيرود بيضيع يبقى هيجي وبيتحرك صح، مؤثر وبيتحرك مظبوط، وصول للمرمى يبقى هيجيب. انما ما تستعجلش عليه. يعني هو الحظ الوحش لوليد ازارو ان هو جه في ماتشات كبيره، ايوه، اللي هي الادوار اللي هي انت وصلتنا لايه؟ طبعا للنقطه.